أعلنت الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية اليوم الخميس عن إضافة رحلات جديدة خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتجدر الإشارة أن الشركة الوطنية قد أعلنت يوم أمس أن الرحلات محجوزة بالكامل في الأيام المقبلة. للتذكير، فإن المملكة المغربية قد أعلنت عن فتح الحدود من جديد 15 يونيو بعد إغلاق دام لمدة سنتين. أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي يوم أمس الأربعاء خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الجمعية الوطنية بجمهورية صربيا على أن بلوغ مغرب عربي موحد يعني حوضا متوسطيا أكثر قوة يؤدي إلى رخاء شعوب المنطقة. كما نوه رئيس الجمعية خلال الاجتماع أن الوحدة الترابية للدول تعد مسألة جوهرية، منوها بالمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية. انتقل إلى عفو الله صباح يومه الخميس 17 يونيو 2021 المخرج التلفزي شكيب بن عمر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 سنة. وتجدر الإشارة أن الراحل قد درس الإخراج في المعهد الوطني للسمع البصري بباريس سنة 1971 وأنتج للتلفزيون ما يفوق 12 مسلسلا كان أبرزها ذئاب في الدائرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.